ومن هنا اكتسبت منطقة وسط العراق وجنوبه أهمية دينية عالية جدا، لأنها مكن ومدفن لسبع من الأئمة المعصومين عليهم السلام، هم أمير المؤمنين عليه السلام، والحسين عليه السلام، والكاظم والجواد عليهم السلام، والهادي والعسكري عليهم السلام، ومحل غيبة الإمام المهدي سلام الله عليه وعجل الله فرجه، وهو فخر للمنطقة لم تنله أي منطقة في العالم كله، بل لعله في الكون كله. فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذه المنطقة عموما والكوفة خصوصا لاحظوا والكوفة خصوصا هي منطقة الحكم الرئيسي والمباشر لاثنين من المعصومين المبسوط اليد والمتمكنين اجتماعيا، وهما الإمام أمير المؤمنين في الماضي والإمام المهدي سلام الله عليه في المستقبل. إذن نعرف الفضل للمنطقة التي تسكنون فيها والتي نسكن فيها، ونعرف النعمة من الله سبحانه في أنه جعلنا بها وجعل الحوض الشريف فيها. فينبغي من هذه الناحية أن نكون على مستوى المسؤولية من طاعة الله سبحانه وتعالى وأداء حق المعصومين عليهم السلام مهما كان